مرحبا، نحن في بحر اللوليا وبنصور أنا الصغيرة هذه. حسيت نهاية التجربة يعني وايد حلوة، يعني كانت وايد تصوير ومخرجين. يعني شو حلم حياتك أنت تخبرين؟ أصير طيارة نفس خالتي. خالي عادي، شو شعورك لما أنا قلت بستوي طيارة مثلك؟ قلت هذه نهاية عالم الطيران على إيدك إن شاء الله. نهاية عالم الطيران. أنا برجع هني بعد شهر، عندي امتحان. شو شعورك اليوم بتمثلين؟ حد قال لي بمثل، صدمتني انت في هالمعلومة. احنا برد البيت. شعوري والله متوترة وخايفة، كيف ما اتوتر انا احس. ما اعرف شو شعوري حتى. أوقات إحنا ممكن نشوف الشيء نحس إنه بسيط، بس عقب لما تشوفين اللي وراء الكواليس وكل الستاف اللي قاعدين يشتغلون، صراحة مجهود جدا كبير، وبالتوفيق إن شاء الله. يعطيكم العافية وخليكم ذخر حقيقة للدولة ما شاء الله، وكوادر فنية وكوادر ما شاء الله رائعة.